الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم خزانة عالم. هذا البرنامج الذي يعرف بكتب الشيخ العلامة محمد صالح صديق حفظه الله. الكتاب الذي بين أيدينا بعنوان الأنيس. هذا الكتاب سميته الأنيس، وإنما يعني الذي دفعني، السبب الذي دفعني إلى تأليف هذا الكتاب هو أنني رأيت الإنسان خلق هكذا، خلق للعمل، خلق للعمل، وقول يعملوا فسيرى الله عملكم ورسله والمؤمنون. فالإنسان الذي لا يعمل مات قبل أن يموت، وهذا الذي يعمل يحتاج إلى وقت الراحة، فعندما يكون في وقت الراحة ينبغي أن يكون له أنيس يحدثه، يدخل على قلبه المسرة والابتهاج، ينشيه الهموم والمتاعب والمحن. وأي إنسان يقوم بهذا هو هذا الكتاب. هذا الكتاب هذا إذا كان قارئا، أما إذا لم يكن قارئا فإنه يؤنسه من كان يؤنسه. والكتاب وضع للمثقفين الذين يحتاجون إلى الأنس في وقت الراحة لكي لا يضيع وقتهم في الكلام الهراء الذي لا معنى له. الأنيس تجد فيه كل حاجات، تجد أمورا تتعلق بالعقليات، بالقلبيات، بالوجدانيات، بالبصرات إلى آخره. كتاب ماتع ومفيد ذكر فيه المؤلف حكما وأمثالا، وذكر فيه أبيات شعرية فيها فوائد عظيمة يستفيد منها العبد المسلم. بدأ هذا الكتاب بمقدمة. إذن الكتاب عنوانه الأنيس، ونحن في رحاب قناة الأنيس. الكتاب عنوانه الأنيس، ونحن في رحاب قناة الأنيس. إذن هذا الكتاب بدأه بمقدمة. هذه المقدمة ذكر فيها بأن الإنسان إذا مشى مسافة طويلة تحت حرارة الشمس لا شك أنه يصاب بالتعب ويحتاج إلى الراحة، وكذلك الإنسان إذا بذل جهدا في أي مجال من المجالات يحتاج إلى الراحة. فالإنسان مثلا إذا كان يؤلف كتابا من الكتب، أو كان يقرأ قراءة جادة في كتاب من الكتب، يحتاج إلى الراحة، ففي راحته لا يجد إلا مثل هذا الكتاب الأنيس. فهذا الكتاب يؤنسه ويجعل له طاقة تمكنه بعد ذلك في مواصلة بحثه أو مواصلة قراءته أو مواصلة مجهوده الفكري. إذن هذا الكتاب الأنيس هو كتاب يؤنس صاحبه بعدما يجد حرجا ومشقة ويجد تعبا. إذن ذكر المؤلف في هذا الكتاب فوائد وحكما وقسمه إلى قسمين. القسم الأول ذكر فيه آدابا وحكما وأمثالا وطرفا وبعض الأحاديث النبوية، بينما القسم الثاني من الكتاب خواطر وآراء. في القسم الأول ذكر 340 موضوعا، وفي القسم الثاني ذكر 11 موضوعا فقط. في القسم الأول يقع في 100 صفحة وصفحة، ذكر فيه مواضيع عديدة، وكل موضوع يمكن أن يكون درسا أو أن يكون محاضرة، لأن تحليل أفكار هذه المواضيع يحتاج إلى ساعات طويلة. فالإنسان إذا أقبل على قراءة هذا الكتاب
لا يجد حرجا ومشقة في قراءته، بمجرد أن يقلب بعض صفحاته يجد نفسه يقرأ في الكتاب ولا يشعر بالملل، لأن هذا الكتاب كتاب لطيف خفيف. إذن في القسم الأول ذكر مواضيع عديدة، وقدم له بموضوع بعنوان اقرأ قبل أن تقرأ، فذكر بأن الإنسان يحتاج إلى ترويح نفسه، ولا شك أن الترويح النفسي يكون بالأمور المباحة فيما أحله ربنا تبارك وتعالى، ولا يكون بمحرم. فذكر حديثا روحوا بين ساعة وساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت، وهذا الحديث حديث ضعيف، ولكن المؤلف من عادته أن يستدل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. وقد أخبرني مؤخرا بأن بعض الأساتذة لامه لأنه جعل في بعض كتبه بعض الأحاديث الضعيفة، فقال لي أنا أجعل الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، فمثلا قد يذكر حادثة خلال الثورة التحريرية ثم بعد ذلك قد يأتي بحديث ضعيف من أجل أن يعضد تلك الحادثة، ولا شك أن هذا الحديث يكون معناه صحيحا ولا يخالف أصلا من أصول الدين. بينما إذا تعلق الأمر بالتوحيد فالشيخ لا يستدل إلا بالأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أثرا لأبي الدرداء وأثرا لعلي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك ذكر الكتب التي ألفت على نهج هذا الكتاب، بمعنى أن المؤلف حينما ألف هذا الكتاب على نهج الكتب اللطيفة الخفيفة التي تعين القارئ إذا أصابه الملل في كسر ذلك الحاجز من أجل أن يواصل القراءة الجادة أو أن يواصل البحث في موضوعه. فمن ذلك كتاب بهجة الأنيس وأنس بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر القرطبي، وكذلك عندنا كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي، كتاب الأذكياء لابن الجوزي، وكذلك عندنا المستطرف من كل فن المستطرف لمحمد بن أحمد الخطيب الأبشيهي، هذا كتاب قيم ماتع. وكذلك عندنا هذا الكتاب الذي ألفه المؤلف وألف كتابا قبله وهو أنيس المجالس، والفرق بين هذا الكتاب وبين كتاب الأنيس هذا الذي نتحدث عنه أن كتاب أنيس المجالس ألفه في زمن الحرية، بينما هذا الكتاب ألفه في زمن السجن، وهو يقصد سجن الكورونا، فاعتكف الشيخ على تأليف بعض الكتب فألف كتبا نافعة في هذه المرحلة على الرغم من وفاة ابنه وكذلك من تعرضه للمرض، فمرض أياما حتى كاد أن يهلك، ثم بعد ذلك شفاه الله تبارك وتعالى وواصل مسيرته القلمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يبارك في علمه. إذن في هذا القسم الأول ذكر مواضيع عديدة، سنقف عند بعض المواضيع. يعني لفت نظري موضوع حول دعاء الكرب والهم والغم، ولا شك أن هذا الموضوع هو موضوع عظيم يحتاج إلى جلسات علمية. فهناك دعاء إذا دعا به الإنسان حينما يصاب بهم وغم لا شك أن ربنا تبارك وتعالى سيفرج همه وغمه وكربه، وهذا مجرب، فكل من أصيب بكرب أو غم ينبغي له أن يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء يحوي المعاني العظيمة. يعني لو أن الإنسان وقف عند كل مفردة واحدة في هذا الحديث يجد المعاني العظيمة التي يحتاج تحليلها إلى ساعات طويلة، وهو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. كذلك ذكر موضوعا آخر حب الوطن من الإيمان، فلا شك أن النفوس السوية جبلت على حب أوطانها،
فهذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب مكة المكرمة، فحينما أخرج من مكة المكرمة قال إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهذا العلامة الشيخ عبد الحميد بن مديس رحمه الله كان يقول النسبة للوطن توجب العلم بتاريخه وكذلك القيام بواجباته من نهضة علمية واقتصادية وعمرانية إلى غير ذلك مما ذكره. والمؤلف حفظه الله ذكر أبياتا لابن الرومي، ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، ثم قال وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فحنوا لذلك. كذلك نجد بأن المؤلف حفظه الله ذكر مقالين عن العقيد عميروش. في المقال الأول تحدث عن وفاة العقيد عميروش، والعقيد عميروش هو أسد جرجرة، والمؤلف حفظه الله كانت له علاقة وطيدة بالعقيد عميروش، اجتمع معه في تونس وكانت عنده عدة مجالس تحدث معه في مواضيع عديدة. فحينما استشهد العقيد عميروش وأتوا بجثته، كان الناظر إذا رأى في عينيه يراه بأنه لم يمت، فعيناه بقيت تحتفظ ببريقهما، فهكذا العقيد عميروش أخافهم وهو ميت. حتى إن المؤلف ذكر في كتاب آخر بأن جنود المظلات من الفرقة السادسة صوبوا رشاشاتهم نحوه وهو ميت، كأنه وجب عليهم أن يستعدوا منه وهو ميت، سبحان الله. كذلك ذكر حادثة وقعت في تونس حينما التقى بالعقيد عميروش، فجاءه مرة المناضل أيت قاسم، هذا مناضل من برج ملاين قدم خدمات جليلة للثورة التحريرية، فجاءه مرة وقال له إني أريد أن أستدعي العقيد عميروش مع جماعة من المجاهدين للعشاء، فدعاهم إلى العشاء. فذهب الشيخ محمد صالح الصديق وكلم العقيد عميروش فرفض في البداية، ثم بعد ذلك أقنعه بأن الاستجابة لهذا الطلب فيه مصلحة للثورة التحريرية، فاقتنع العقيد عميروش في الأخير. ثم حضر ثلاثة أو كانوا خمسة من المجاهدين، المؤلف وكذلك الشيخ عبد الرحمن شيبان والعقيد معاوية وعمر وعمران، كانوا في خمسة. فحينما أرادوا أن يأكلوا أكلوا شيئا، ثم بعد ذلك توقف العقيد عميروش وقال لهم كلنا خونة، لأن ذلك الرجل أعد لهم ما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة. فهنا نظروا إلى الشيخ محمد صالح صديق فتكلم معه، قال له لقد قلت كلمة عظيمة وقعت علينا كأنها قنبلة. فقال نعم كلنا خونة، نحن نأكل ما لذ وطاب وإخواننا لا يجدون الحشيش ليأكلونه. ثم بعد ذلك أقنعه، قال له هل وجودنا في تونس من أجل مهمة أم أننا جئنا من أجل السياحة والمآكل والمشارب؟ فتكلم العقيد عميروش وقال له بأن كل واحد جاء لمهمة يؤديها. فقال له إذن لا نلام على المآكل والمشارب. وفي القسم الثاني ذكر خواطر وأراء فيه فوائد وحكم وبعض المواضيع، منها موضوع يتعلق بالسعادة إلى غير ذلك. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.